قل أتينا إلى العمرة ولحمة الطائرة بعضنا محرم والبعض ليس بمحرم وقالوا لنا في الطائرة بعد نصف ساعة نصل إلى الميقات ثم قالوا بعد 5 دقائق من الميقات سيتم تمديدهم ولكننا هوينا بأن الطائرة وصلت إلى مقر جدة ولم ينبئوننا فهناك من أحرم وهناك من لم يحرم فمن واجب علينا؟ كان الواجب عليهم لما وصلوا مطار جدة أنهم رجعوا إلى المطار إلى الميقات أخذوا سيارة مثلا ورجعوا إلى الميقات الذي تعدوه وأحرموا منه هذا هو الواجب عليهم أين أحرموا من جدة يكون عليهم فدية إحرامهم صحيح لكن يكون عليهم فدية عن تعدي الميقات